لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، حفظنا اللي يحبونا ونحبوهم داخل البلاد وخارج البلاد. معكم اخوكم مراد في الإعادة إن شاء الله، لما كان إفادة بدون إطالة لا نعودة جديدة. كي تدخلوا المدرسة وش فيها المدرسة؟ أي فيها الجديد كلش بالدليل بالصوت والصورة. حبيت برك نذكركم خاوتي تنساوش دعيوا لنا إن شاء الله نكتبوا التاريخ به بحروف من ذهب ونخليوه بصمة جزائرية. وهذا هو الحسون الأحمر اللي هو طرف الزويلة. وريت لكم الفيديو الأول كوبليته مع الصورة تاع موزمبيق. خاوتي مش حاجة سهلة اللي حطها أنت في دماغك، حاجة سهلة مش حاجة سهلة ومش حاجة واعرة، وهذا توفيق من الله. وهذا طرف الزويلة 2020، هذا تاع 2020 وزدت وفقني ربي وزدت كرواتيت به. درك نوريكم كما قاعدين نشوفوا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. القوه هي الذي تتكلم، وانت يا عدو النجاح تتالم. خاوتي ما تلومونيش ما تفهمونيش غلط، كاينين بعض من اعداء النجاح يدخل يتفرج الفيديو ياكل الغله ويسب المله، يقول لك انت سمعت الاعراب نتاعك. لا لا يا اخي، راك في المدرسه. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تربي لي مقنين في 2022 2023، لا يا اخي سنين الحمد لله، تقريبا 60 سنه وحنا نربيو في الطيور بكل انواعها. ادخل برك ربي ان شاء الله تتمتع، اتفرج برك. هاي القوه خويا سامية. شوف ها طرف الزويلة. وعدتك وقلت زيد ندير لك فيديو واحد اخر. الله اكبر الله اكبر. ها كوبلها خالتي كلش بالدليل بالصوت والصورة. وهذه هي المدرسة، كي تدخل يا اخي راك تشوف حوايج اللي عمرك ما شفتهم. شفنا هذه اللي كرواسيت بها، درتها مع الصورة تاع موزمبيق مع النين ومع الميليات، درت بها الحمد لله. درتها مع المقنين وهاكم قاعدين نشوفوا. ها كوبلها كلش بالدليل بالصوت والصورة. هذا هو الفيديو الثاني. ونوعدكم بربي ان شاء الله، حنا اليوم 13 جويلي 2023. كملوا برك الفيديو، كاين فيديو واحد اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله. شوفوا مع بعضنا بسم الله ما شاء الله. هاكم قاعدين تشوفوا هاي وين حاضنا كلش بالدليل. هذا توفيق من الله. وهاو جا حاب يكوب ليها في العش. يعني تشوفوا خاوتي بدلوا الاكل، اقسم لكم بالله ياكل الصافيه رديت له، هياكل الميلونج رديت له الصافيه. هاكم قاعدين تشوفوا في القوه الحمد لله. طبيعي الطبيعي الطبيعي الطبيعي. وانت يا اخي اللي نهارك تمثلي وقلت لي انا درت الدواوات درت كلش وما نجحوليش، لا يا اخي حاب تدخل المدرسه تبع خوك مراد ها قدامك. اقسم لك بالله براقه صافيه الحمد لله. من بكري كوبلي بالبراقه صافيه ويصلحوا لي ويخرجوا وما شاء الله. وهو قدامك اخويا ما نقدر نهضر والو، الصوره غنيه التعليق. خاوتي هذا الطرف بالزويله راكم شفتوه وني شرحت لكم في الفيديو الحمد لله. طاف المال هذه بات كرواسيها انت مع الدهن واحد تزيد تجيب لها الطاره مع تحطو تكوب لها. شوفها انت سهله مش سهله يا اخي، شوفها واعره مش واعره. هذا توفيق من الله. كي تعود عندك النية تاعك صافية، ما تكونش النية تاعك خبيثة، تحب دير حاجة مكره في صاحبك راك ما تنجحش. خويا عليا كادو ليك انت، خويا مينو والناس اللي يحبوا الحسون الأحمر. هاكم قاعدين نشوفوا خاوتي، كاينة حاجة برك نقول لكم، أو توفيق من الله، توفيق من الله. بسم الله درك ندك يدي نجبدها كيما عودناكم، نجبدوها ونشوفوها مع بعضنا. وأنا الحمد لله لي في مال، هاكم على بالكم لازمني نجبدهم باه يبقاو مدرسين. بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله اليوم على بالي بها بالك هي تطلق البيضه الاولى. الله اكبر الله اكبر الحمد لله. هاكم قاعدين تشوفوا خاوتي دعيوا لنا معاكم كيما قلت لكم. طبيعي طبيعي طبيعي. الكركم 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 فهمتوا، الكركم البصله التوم خدم بالطبيعي. قاعدين تشوفوا خاوتي سخانه هاي راهي الدرجه تقريبا 50 درجه هاي قدامكم. على هنا ندير العشوش وما ندير لهمش القطن وكلش خير باه ما يسخنوش بزاف. هكذا تنساوش خاوتي بدلوا الماء للزواوش تاعكم ثلاث خطرات في النهار، خاطر ما شام سخون ويقدروا يموتوا.
بارطاجيو لا فيديو في لي باج المضاف، ومازال الفيديو تاعو ان شاء الله السمانه الجايه تشوفوه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.